حسب بعض الأخبار التي تداولتها بعض صفحات الفيسبوك عن المفقودين الهادي وغلاس، فإن السلطات الجزائرية نقلت جثتي غلاس والهادي إلى حين الإعلان عن موعد دفنهما، وهذا حسب المقربين منهم. عندنا مصيبة في رأسنا، تفهموا هذه مصيبة قاستنا، حنا تقيسنا قاعدتك بلدية على لابوينت راهي مضروبة في ولادها. كما تنقل في وقت سابق رئيس بلدية الرئيس حميدو إلى سردينيا وأخذ معه جوازات سفر المفقودين لمعرفة المجموعة المتبقية من أبناء المنطقة. في انتظار سماع الأخبار عن الأشخاص الثمانية المتبقية، تبقى عائلتهم تنتظر بين مطرقة الانتظار وسندان الألم. يا أخوي تحوسون عليهم وراهم، هذا وش نطلبهم دولة الجزائر؟ ما طلبنا والو، ما طلبنا لك حتى حاجة. يا أخوي جيب لي أخوي وراهم، سواء كان حي سواء كان حي سواء كان حي.